يلا يا جماعه يلا خلاص يا جماعه عشان تعملوا جسم تحرش بقى يلا خلاص مبروك الف مبروك يا جماعه مبروك يا جماعه اولا احمد صديق عزيز جدا عليا اشتغل معايا قبل كده وسعدت جدا بالعمل معاه النهارده احمد بيعمل بطوله سينمائيه فكان يهمني جدا ان هو يبقى ينجح وكنت مهتم ان انا ابقى معاه لا هو في صراع ما بين الخير والشر وبالتالي الصراع ده بيتبلور ما بيننا انا بلعب شخصيه شريره لكن ليها مبرراتها وليها اسبابها ليه هو شرير وبيبقى في صراع ما بين حسن اللي هو احمد زاهر وبيني انا رشيد السيوفي المختلف انه جديد ما كانش جديد ما كنتش عملته يعني شخصيه جديده خالص ما عملتهاش قبل كده فبالتالي وبعدين حسام موسى المؤلف صديق عزيز عليا كده فعامل روايه حلوه يعني طبعا رؤوف عبد العزيز اشتغل معايا قبل كده اشتغلت معاه هو كان مدير تصوير في العراف واشتغلت معاه دلوقتي كمخرج اول مره يعني اما هي فتره هتعدي يعني الكورونا هتعدي لكن السينما بتتقدم جدا يعني امكانيات هايله تكنولوجيا عالي جدا اذا كان كاميرات الات صوت اضاءه يعني حاجه بقت متميزه جدا الحقيقه كان عندي مسلسل مع العدل مع جمال العدل وكان تاليف مدحت العدل دكتور مدحت العدل لكن اتاجل للاسف طبعا المستقبل كله بيتغير يعني التكنولوجيا اتغيرت خالص يعني كان زمان مسرح بعد قبلها اوبرا بعد كده بقى سينما السينما بقى تلفزيون الدنيا بتتغير بكره هتفرج على الفيلم في الساعه تفتح الساعه كده تتفرج على افلام مسرحيه مفيش مسرح وفي مسرح ايوه انا اهو الوضع تعالى يا احمد يلا العدسه بس اللي معاك انا تمام انا عايز بقى حد في سكينه حلوه بقى ونقطع التورته دي اه صحه ايه طيب